صباح الخير. نحن هلأ رح نحل exercise 1 اللي كان عنا يا فرد page 215. معطينا values هولي فوق هول values اللي هن رح يكونوا ال values بالحقيقة values of the character. هن هول ال character اللي هو موضوع الدراسة, السؤال اللي عم تطرح الدراسة. ال frequency هو عدد تواجد كل value. يا يعني مثلا فرضوا هولي كانوا أعمار, هلا هو مش محدد ليش إني هولي فوق. فرضوا هول values اللي فوق كانوا أعمار, يعني حدا عمره 31 حدا عمره 32. شو يعني شو بتصير يعني معناته ال 24 بالنسبة لل 31؟ بصير معناته في 24 واحد عمرهم 31 و 72 واحد عمرهم 32 وهكذا. نحن هون دغري بنحط في شيء اسمه توتال, اخر شيء باخر الفاليوز توتال, بنجي بنجمع الفريكونسي بنحطهم توتال فريكونسي. هول اللي فوق ما إلون توتال, ما بنجي نجمعهم للفاليو الفاليوز اللي فوق, بجمع الفريكونسيز اللي هون اللي هن رح يطلعوا 24 + 72 + 24 + 48 + 36 + 45 اللي هن يطلعوا 249. ماشي. طيب هلا الريلاتيف فريكوانسي هون شو بنعمل؟ بنجي بنحط الرول, بنحط الرول تاعت الريلاتيف فريكوانسي برا والجوابات جوا. الرول هي الريلاتيف فريكوانسي اللي هي شو فريكوانسي على التوتال, فريكوانسي ان اي يعني على التوتال, توتال فريكوانسي اللي هي هايدي الفريكوانسي اللي هي كل واحدة من هول. مثلا الريلاتيف فريكوانسي لل 31 هي الفريكوانسي تاعت ال 31 على 249, يعني 224 على 249. ماشي. هيدي كمان 72 على 249, 24 على 249 وهكذا. انا هلا رح احسبهم على الكالكوليتر هول. 24 over 249 equal 0 بتقعد 0.096, بياخذ 3 ارقام بعد الفاصل. هون equal 0.096 وهيدي مثلها كمان equal 0.096. ماشي, معش في واحدة تانية 24. هلا 72 over 249 equal 0.289. ماشي. كمان ال 48 over ده هلا دغري معش في داعي احطها مرتين. 48 over 249 بحسب لها جواب على الكالكوليتر. 48 over 249 يطلع 0.192. هيدي كمان 36 على الكالكوليتر, 36 over 249 equal 0.144, 45 over 249 equal 0.181. هودي جوابهم لازم يطلع 1. ماشي. اذا ما طلعش 1 يعني طلع 0.999, بيكون في شيء وحده هون مثلا مثل هيدي بدنا نعمل لها راوندينج, بنطلع باللي بعدها مثلا اذا من 5 بتطالع بنزيدها لهي وحده فبتصير عندنا 1. هيدي ريليتيف فريكوانسي. ريليتيف فريكوانسي ان برسنتج هي احط لك قاعدتها برا. ريليتيف فريكوانسي ان برسنتج بيساوي فريكوانسي على التوتال ضرب 100. اول واحدة بنكتبها على القاعدة فريكوانسي على التوتال ضرب 100, بحط لها جوابها فريكوانسي هي 24 over 249 times 100. اصلا هي موجودة معنا فوق, يعني بس انت بتحرك الفاصلة, ما 24 over 249 هي موجودة هون بس بتحرك الفاصلة خانتين لانه عم تضرب من 100, بتصير شو 9.6%. وهكذا هون مثلا دغري ضرب 100 0.28.9, هيدي 9.6, هيدي 19.2, هيدي 14.4, وهيدي 18.1. هات لنشوف هول لازم يطلعوا 100% هول لأن البرسنتج بيطلع جمع 100. هات لنجمعهم لهول 9.6 + 28.9 + 9.6 + 19.2 + 14.4
بلس 18.1 بيطلع 99.8، معناتها في شغلات انا مش عاملها مثلا راوندينج. هذه كانت معي اني 45 هون، لانه في 5 بعد منها، هيدي بنزيدها واحدة بتصير 5. طلعت 99.8، هلا صارت 99.9. بعد في وحده من هول لازم تنزل وحده. هات لنشوف هيدي 48 ديفايد 249. هيدي كمان بعد منها في 7، بتصير هيدي 3. ما بتصير 3، هلا رح تطلع 100% مزبوط. يجي للسنترال انجل. السنترال انجل نقسم، اللي هي السنترال انجل بتساوي فريكوانسي على التوتال ضرب 360، ماشي. او منقول السنترال انجل بتساوي البرسنتج ضرب 3.6، يعني فينا نحط دغري هي ضرب 9.6 تايمز 3.6، وكلهم تايمز 3.6، ماشي. يلا 9.6 تايمز 3.6، 9.6 تايمز 3.6 ايكوال 34.56. هلا هول دغري معش حط هيدي تايمز 3.6، دغري على الكالكوليتر بحطها، يعني فيش بدي ارجع اكتبها مرتين، يعني بس بكتب قاعدتها، بكتب وحده انه كيف طلعتهم، لحتى يكون عارف الاستاذ اللي عم يوصل لها كيف بيطلعوهم النهار. بقى هلا 28.9 تايمز 3.6، 28.9 times 3.6 equal 104.04. هيدي مثل هاي، يعني جواب طول كمان نفس الشيء بيكون 34.56. عرفت شو؟ هلا عنده نفس الفريكوانسي، لاحظوا عنده نفس الريليت فريكوانسي، عفوا اللي عنده نفس الريليت، عنده نفس الريليت فريكوانسي ونفس البرسنتج ونفس السنترال انجل. نجي لل 48 كمان، 19.3 times 3.6 plus 69.48. هيدي كمان 14.5 times 3.6 بيطلع 162. هون الجمع لازم يكون شو؟ جمع السنترال انجلز لازم يكون 360. الانكريزنج كوميلاتيف فريكوانسي، قلنا بننزل اول فريكوانسي هي ذاتها وبنصير بنجمع هون 24 بلس 72 اللي هي 96. كمان بنجمع هلا 96 بلس 24 بيطلع 118 118، بيرجع 118 بلس 48 بيطلع 150 166، بيرجع 166 بلس 36. بس بنجمعهم على الفريكوانسي لانه اسمه increasing cumulative frequency، بصير بنزل اول فريكوانسي ذاته بجمع هيك ها ومع ها بحطها هون، برجع هذه مع ها بحطها هون. لو قال لي increasing cumulative relative frequency كنت نزل اول relative frequency ذاته بصير بجمع ها مع ها بحطها هون وها مع ها بحطها هون. عرفت شو؟ حسب شو اي اللي هو. هاي اللي بتطلع 190 202 بتطلع. طيب 202 plus 45 بيطلع 247. لا في غلطة، أنا ملخبط غلط، لكن في عندي غلطة هون. نجي نحسبها على الكالكوليتر. 24 plus 72، لأنه هاي لازم تكون هي total frequency هي ذات، ماشي. هون في الشيء هاي لازم تكون مثل total frequency 249 24 plus 72 بيطلع 96، بيرجع 96 plus 24 equal 120. هيدي هي الغلط، equal 120. هيدي 96 مش 94، 96 plus 24 هي كنت حطيتها 94. المهم هو راح يزيدوا كلهم تنتين تنتين، يعني هيدي 24 هيدي صح. هلا زبطت. decreasing cumulative frequency نجي اخر فريكوانسي بتنزل هي ذاتها
واول فريكونسي بتكون هي اذا بدكم لك، واخر فريكونسي بتنزل هي ذاتها، بنرجع بنمشي بالقلب يعني، هي زائد هي بحطها هون، هي زائد هي بحطها هون وهكذا. يعني هون 45 بلس 36 يعني الديكريزنج بتكون بعكس الانكريزنج، تطلع 70 81. هون 81 بلس 48 بيطلع 120 129. هون عندنا 129 بلس 24 بيطلع 140 153 153. هيدا بلس اللي هون بلس 72 تطلع 100، هيدي 120 125 100 225 225 بلس 24 لازم يطلع التوتال بلس 24 لازم يطلع 249 وهي صح. هيدا التابل. هلا بعد شوي رح بلش تاني بنفس السؤال تابع الأسئلة اللي تحت.